كتير من الفنانين بيقولوا لي إنه الشخصيات اللي هما بيكتبوها ما بتبقاش شخصيات هي حقيقة ما التقوش بيها وهي من خيالهم، لكن هما هي موجودة بس هما بيجسدوها وممكن يلتقوا بيها في يوم من الأيام. يعني أنا أعرف مثلا فنان تشكيلي كان بيرسم مثلا وجه وممكن بعد سنة أو 2 أو 10 يلتقي بهذا الوجه هو نفسه رغم إنه هو عمره ما شافه. هل ده حقيقي؟ يعني هل انت حصل لك انك انت تخيلت شخصية ولقيتها قدامك؟ حصل لي، بس من البداية ما ببقاش عارف وما اعرفش غيري من الكتاب او الفنانين بيحصل لهم ايه بالتحديد، لاني سمعت حكايات كتيرة قوي في الموضوع ده. لكن انا ما بدورش على الشخصية اللي هكتبها، انا بحس ان انا بلاقيها، يعني بحس انها بتستدعى من الفراغ من الفضاء، بسمع صوتها وبعدين ببتدي اشوف ملامحها. ببقى نايم بالليل سقف الأوضة بحس ان هو زي شاشة السينما، بشوف احداث روايتي بالكامل كاني بتفرج على فيلم، بغير فيها يعني ما بصحى بقول لا انا هشيل النهايه دي هعمل نهايه تانية كان انا المخرج، فانا اللي بعمل كل حاجه، انا الممثل وانا المخرج وانا اللي بعمل مونتاج، الروائي انت عارفه بيعمل كل حاجه، يعني كاني ماسك كاميرا وماشي وراه وبشوفهم في حياتهم كلها. لما بوصل للمرحله دي ببتدي اكتب، يعني خلاص ببقى تشبعت بيهم قوي. ما اعرفش بيحصل لناس تانية ولا لا، ما بقدرش احدد بيجي منين المصدر، هو وحي الهام، يعني ربنا بيصرف خيال زياده اكيد، يعني مش عارف، يعني في ناس بتعرف تحكي وناس بتعرف تكتب وناس بتعرف يبقى عندها تشويق وناس ما بتعرفش، في ناس بتكتب كويس قوي على فكره في مصر وفي الوطن العربي وفي العالم بس ما عندهاش افكار، فتلاقي الكتابه حلوه جدا لكن ما فيش فكره، في يعني احنا بنقول عليه الحكي المستقيم اللي هو ماشي كله ورا بعضه لكن ما فيش لا بدايه ولا نهايه، وماذا بعد دي مش موجوده لان هو مكمل وما بيوصلش لحاجه، وفي ناس عندها قدره جامده جدا على التشويق لكن ما عندهاش لغه وهكذا، فهو ربنا بيدي حاجات ويشيل حاجات. طب هل انت تخيلت مره شخصيه ولقيتها قدامك؟ حصل. انا كتبت روايه صلاه اورفانيلي وهي بتتكلم على اليهود المصريين وصلاه المزادات في مصر في الاربعينات والخمسينيات، وشكل الناس في الوقت ده وشكل اليهود المصريين واصحاب صلاه المزادات اقرب للاجانب واقرب للخواجات، وانا رسمت الشخصيه على هذا الاساس وعلى اساس طبعا صور قديمه وعلى اساس افلام قديمه وعلى اساس الجرايد القديمه، لان رحله البحث بتاعت الروايه دي ممكن تقعد سنه قبل ما اكتب يعني. وبعدين انا ماشي في الشارع انا عندي شخصيه في الروايه اسمها عزيز ارقش وده يهودي مصري، لقيت واحد شبهه بالملي، يعني بنفس البرنيطة نفس البدلة البيضة الجزمة اللي هي بيسموها كلاكات في الوقت ده اللي هي أبيض في أسود دي ما حدش بيلبسها حتى دلوقتي. أنا حسيت أن الراجل ده كأنه خارج من تصوير فيلم سينما قديم مثلا بس مروح بهدوم التصوير ما غيرش هدومه يعني، وماشي جنبه حد شايل له شنطة، فيعني المنظر ده هو اللي في الرواية، وأنا كنتش لسه نشرت، أنا كنت لسه في مرحلة الكتابة او المراجعه، يعني كانت الروايه خلصت بس براجع فيها ونشرت بعدها بكذا شهر. كان نفسي جدا اعرف صوته، عايز اعرف صوته عامل ازاي يعني لاني حاجه حقيقيه بالنسبه لي، فوقفت قدامه سالته الساعه كام، الراجل استغرب جدا لان انا لابس ساعه، فحس ان انا مثلا هسرقه او هعمل حاجه، الراجل يعني بص لي بصه بمنتهى الريبه وعين راح باصص للولد اللي معاه ده، هو اللي قال لي بقى الساعه 12 ونص عشان امشي يعني، والراجل بص لي بقرف جدا يعني، بس حسيت بقى ان حته النظره اللي هي فيها الانفه وفيها الكبرياء ده دي عجبتني حطيتها في الروايه، يعني هو فادني برضو يعني ما ضرنيش قوي يعني.